قال حضرتك. هو على فكره الاستاذ عامر حسين برضو بيتكلم في النقطه دي بشكل جيد على فكره، قال لك انا هلعب بالماتشات كل 3 ايام والانديه وافقت على هذا الكلام. ايوه ده اول حاجه. تاني حاجه ان لو انديه من الانديه اللي بتلعب في افريقيا وصلت للمباريات النهائيه مش هيبقى في مباريات محليه اثناء ما بين المباراه والمباراه. هو قال كده. مش انا ده معناه ان هو برضو يعني بينظر للبطوله الافريقيه بالمناسبه. وهنا برضو لازم نروح للاصل. مهمه جدا الاصل دور الرعاه ان انت تدي الرعاه المنتج بتاعهم. ومن ناحيه ثانيه لاعبتنا وانديتنا تلاقي اشكال مثلى للتدريب. اولا في الدنيا بحالها اكيد حكايه اللعب كل يوم دي ليها حل اكيد في الكتب، زي ما الملاعب ليها احذيه اكيد. اكيد مفيش يعني هذا الجوله تبقى هذا العلم على كم متوزع يوم. لا اقصد يعني في علم التدريب اكيد الاستفاض دي بقى لازم تتغير، اداء اللاعب نفسه لازم ياخد راحات بقى في البيت ويجي النادي من الصبح بقى قاعد مريح وريكفري. ما هو ده اللي هينقذ. عشان كده لا يمكن لنادي انه يطلب يوم زياده. البطولات بتاع الانديه فيها جوائز، يعني يقدر بقى يشوف الرعاه يودوه بطياره يودوه بالقطر يودوه ماشي يرجع خلال الثلاث ايام ويلعب، وبالتالي كل حد يتحمل مسؤولياته. الانديه خدت بالشكل ده لانه ده الشكل الوحيد اللي يخليها لو توقفت المسابقه الرعاه ما يقدروش ينزلوا بالفلوس يعني في التقليل، يقدر يقول له خلاص هو الموسم بتاعك كده وبالجداره اديني حساب السنه كلها. ده اللي انا فهمته من قعده الانديه مع الرابطه، وانه ده الحاجه الوحيده اللي الرعاه لن يرفضوها، ده اللي وداهم السكه دي. اوكي طيب.